السلام عليكم الأصدقاء ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الأصدقاء ديالي، عدنا إليكم من جديد وبفيديو جديد. آخر الأخبار سمعت الأصدقاء ديالي هو تأجيل المباريات ديال عصبة الأبطال الإفريقية اللي كتعرف مشاركة فريق الوداد البيضاوي والرجاء والأهلي المصري والزمالك إلى وقت لاحق من بعد ما يفوت إن شاء الله هذا الوباء اللي ضرب العالم وضربنا حتى حنا معاه. المهم الاصدقاء ديالي، وغادي نخليكم ان شاء الله مع اخبار عالميه اللي غنقول لكم وتهلاو ليا فراسكم بزاف. غادي نخليكم ان شاء الله مع الفيديو، ما تنساوش تشجعونا بلايك وتعطيونا الاراء ديالكم من خلال التعليقات. خليكم معنا ونتلاقاو كيف ديما في لافان ديال الفيديو. الاصدقاء ديالي، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو. ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو ليا فراسكم بزاف. ان شاء الله غادي نحط لكم واحد الفيديو اخر ديال عبد الرزاق حمد الله وشنو كيقولوا عليه على المستويات اللي كيقدمها مع الفريق ديالو النصر السعودي. الاصدقاء ديالي، تهلاو ليا فراسكم بزاف. كنتمنى ان شاء الله نشوفو شي فيديو محسن من هذا. ما تنساوش الشعار ديالنا كيف ديما هو لايك. كان معكم اخوكم انور برو. الى اليوم.